ما ادري يعني احنا نشوف ان لو مخلين المدرب القديم كان احسن جاب لهم بطولة ولو اخر مباريات مناموا ما سووا شيء يعني كان عندهم بامكانهم ان ياخذون البطولة بس مو معناته اذا فريق اذا مدرب يجيب لك نتيجة يجيب لك كاس تشيله ومع احترامي لشاملان شاملان مدرب زين لكن مو حق المنام توقع رجعة خالد تاج ممكن تكون الحين لا ما افتكر بعد خالد تاج يقدر يسوي شيء انا يتراوالي هالسنة لازم يقزرون يا هالمدرب لنهاية الموسم ما في حل ما عندنا مدرب محطوط في الشلف وسط الموسم تشيله حد بيك ما تلاحظ إدارة المنامة تسوي نفس الغلط مع بن شمام أول شيء وبعدين مع خالد تاج لا بن شمام صراحة بن شمام عقب ما سنتين درب الفريق افتكر مثل ما سمعت طلب مبلغ خيالي والنادي صراحة ما قدروا ان يعطونا مبلغ اللي بغى بس والله انا اتمنى ان مستوى الفريق تطور انا اشوف اخر ثلاث مباريات ولو ان خسرنا ضد محرق مستوانا كان وايد احسن من بداية الدوري ونتمنى اليوم بعد نفوز على اساس على الاقل نعدل مركزنا الانديه البحرينيه تعتمد على لاعبين فئات السنيه مفروض بس ما اشوف بالذات نادي المنامه لسوء الحظ لا انا اتحكي عن نادي المنامه البقيه الفرق ما ادري على فئه سنيه ما يعتمدون وهذه خطا كبير ما ادري كان في قانون ان هالسنه المفروض يلعبون لاعب من الشباب اي تحت 21 ما ادري هاي عزيز ما تطبق لا يعطيك الف عافية الله يسلمك اخوي شكرا.